نستهل القسم الأخير من النشرة مع الأحوال الجوية والزميلة ميشيل حداد. بنك الاعتماد اللبناني 50 سنة بخدمة لبنان. مرحبا. استفيدوا منيح من هالأجواء الصافية قبل عودة الأمطار ابتداء من الليلة. الجو الصافي اللي رح يرفقنا طيلة هالنهار بيتحول ليل الأحد التنين إلى غائم وممطر، ومن المتوقع يكفي على هذا الحال بكرة كمان. اتجاه رياح شمالي شرقي لجنوبي شرقي، الحرارة على الساحل عم بتسجل أقصاها 22 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 7 درجات و 18، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 16 و 17 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف، البحر معتدل، والجو مثل ما ذكرنا قليل الغيوم بالنهار بيتحول بالليل إلى غائم وممطر. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق وضع اللبنانية؟ منشوف سوا بهالجولة من الجو يلي منبلشها من منطقة عين الزيت مع 16 درجة، 15 بعين عكرين، بيت شليل 11، 9 درجات ببقع توتا، 17 بالخنشارة، كمان 17 بعين دارة، صيدا وصور 22 درجة. عم تشوفوا الجو غائم بمختلف المناطق، كوكبة 17، 16 بخربة أنفار، منوصل على زحلة كمان 16 درجة، ومنختم بالصفرة وبالقع مع 17 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والثلاث أيام اللي جايين. اليوم الأحد مثل ما قلنا الجو غائم والحرارة بتسجل أقصاها 22 درجة، مساء الأحد التنين بيتحول طقسنا إلى متقلب مثل ما عم تشوفوا، تنين ثلاثة الجو ممطر والحرارة بتنخفض لل 17، أما نهار الأربعاء فالجو غائم والحرارة بتسجل 19 درجة. بتمنى لكم بقية نهار أحد حلو كيف ما قررتوا تقضوه، وتفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع الجديد بنشراتنا الجاية.